يلا شبت النار يلا يلا يا شيخ نجيكم روح انا شيخ اجيكم طيب يلا تدري لك اخويا لا تقول لي اخوك يا خلوا عنكم ذا الشغل اخويا اخويا ولا احد اخويا ولا شيء كلكم اصدقائي يلا تدري انك لو تطلع عبد الرحمن نبكي يا اخوي لا اخويا تدري نبكي عبد الرحمن والله انكم اخواني قريه هذه زدرة اول شلات وقصيت الحين وش فيها يلا يلا دقيقه واحده ثلاثه حب حب حط راسك ده تصميم تيك توك تبغى تصميم انستغرام انستغرام ارفع لسانكم كذا لسانكم ارفع لساننا هذا تيك توك هذا انستغرام سناب طيب لا دنك رسائل دنك انزلوا مره دنك اسمع اسمع سبعه مين يصمم لك اسمع اسمع شوف شوف بقول شفت الحين شيء بالجدي بالقريه اول شالات واغاني وشالات ونشيد هذا من اللي انا قلته اول الزبده الحين وش هو؟ الحب حبا لو واحد يطلع ساعتين حبه ونرجع له حبه يا ولد انا فهمي نصك ابو اخي اجلس اخي نفسك على طاري حب حبه ابو سلطان دقيقه دقيقه على طاري حب حبه ولا قطار ايه كل يوم يا ولد الاعداد هنا قاعد اضبط من بدرتي وازحم على ابوي يبا هلا ابوك شلونك تك طيب قال والله لو تحب احد اقطع براطنا والله ما فيك الوضع زاد عن حده ابو سلطان نفس الله يذكره بالخير ويستر عليه ويحفظه وين ما كان والله طول في عمره تو بنفس وجاي هنا تمام وقال خليكم من هذا الشيء صدق والله صدق تخيل قلت في واحد وكان غير قلت انا ما تدري ما صحت من التصفيق اقول له خير قلت له واحد تفضل على الغداء قال لي خشمك قلت له يلا نام قلت خشمك تخيل والله والله قال قطع جاي قال والله لا اقطع براط وش تحبه يجيب تعود قريبه تعود ما عندنا شيء طفشانين طفشانين ولا فرج من كثر من كثر انه تعود على التصفيق الشيخ اللي الله يذكره الجبيلان تمام قال نصيحه وش انا الوقف من الوقف كله صفق هذاك الباقي اللي يقرا القران قبل شوي صفق له صفق والله والله يا جماعه ترى شوف لو عودت على شيء ترى حتى لو شفت البرايم قال ممنوع تصفيق والله لا والله انك قال بيدي اي مودتي عشان ما اصفق لاني في الاخير راح القم خصم عشان كذا مربط يدي بس الله يفكها من التصفيق قسم بالله العظيم لا تلقاها من تصفيق ولا من خصميات ولا من نوم فات فارع طفشك فيه ولا من كل ايش نقول ادخل لك بعد من فارع فهد من فارع الحاله تحفه والله فهد والله تحفه يا اخي ضحكني لما خلاص لا النوم احلى بسطه عند فهد من فارع احلى شخص بعد بعد انتهاء البث يجمعهم كلهم تمام ويلا على بسطه في البث ما في اي بسطه ليش الله اعلم ما ادري خل عربك البلا مو هنا البلا جوك تسلم ما شاء الله على اخو فيصل ما الله يذكره بالخير ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم يا ممكن وقد وانا مثله زين بس انا طحت على لساني وانشق لساني من هنا زين وصرت اتعتب قعدت سنتين ما حد ما اتكلم سنتين ليه انقطع لساني كنت شاعر زين وواحد من عيال عمي الله يذكره بالخير اخو والد زين كان يعطيني قناه عجره ويهدن على الوغدان واقول كسفت بيع الديره اي وقت اجي ادق بالعجره ويروح كانوا يتودون مني على الديره ما كانوا يدلوني ما كانوا يقعدون عندي هل هم اقشر موذي انت موذي اقول له اقشر اي انت موذي روح زين كنت دايم ابوي عنده شبه زين الله يطول بعمره كل جمعه يجون رجال عندنا وشبه فهمت شبه يعني جمعه اي جمعه اسمها شبه شبه عندنا يعني زين بعد صلاه الجمعه غدا وهاللون مالك بالطويلة طول عمر وادخلك اليوم واقول لك هاك القصيدة زين حتى انت لو تلاحظ كلامي تلقاني اوقف شوي فهمت؟ وادخل واقول هاك القصيدة حفظنيها والد عمي والله وانا ارجع لامي خلصت القصيدة واطلع كذا واروح يم امي عاد بالبيت بيت اشعر هم بيت اشعر طق وانا اطيح على لساني على الدفاية ولا ابو احمد ايه تخيلوا كيف انقطع ثاني انقطع ودم وقروشه الزبده هيك امي تعزم على ابوي هو يجي طاير ابوي شيلا من ديرتنا زين الحايل تقريبا 70 كيلو 80 كيلو ما خذينا يا ولد نص ساعه اللي احنا بحايل مستشفى الملك خالد ضبطوا حولوني ما ادري ايش سووا ضبطوا لساني الزبده سمكرة وكل اي سمكرة ولساني يضبطوه مالك بالطويل يا طول عمر او انه من قروني عم خبضني المهم انه هذا اللي اذكره يعني كلام ابوي يعني مبطي قال لي وسمكرون لساني يا طول عمر وعقب اقعد سنتين ما حد ما اتكلم
اليومك هذا انا ما جاب لي تعت سنتين ما اتكلم ما اقول ولا حرف ما ادري عنه جاب الثياب جابهن ثياب جت اي بس اسمك ما شفته انت مقاطع عندك ما شفته حظي زفت بعدين نشوف انا ما جاب لي حتى عندكم قاطع راعي 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 الاعلان ما جاب هذا ما قال لهم سالفه يا اخي كمل انت لا هديك كمل احنا بس نشوف اكمل كل ماركه كمل حلال لا ثيابنا انا اموت من كحل لما يفصل كمل حلال كمل خلاص خلصت بالله ما فهمت سالفه مقاطع يا ولد الا فاهم ما يزين مقاطع انقطع ما مقاطع يا اخي ثوب شو احسن يا واد احنا في رحله هو كذا هو ودحين القعناد عناد هو عناد لا شوف القعناد الحين قالوا انتم في رحله لازم تعملوا مركب في رحله مركب ما هو رحله مركب واحد الله يخرج المركب ذا اللي تسقطوا منه الله يذكرهم بالخير ثلاثه وسبعه عشره قد سقطوا شكلها تسقط منك حيل وازن روحك شبلت ايش تسري اشتروح خلاص يا اخي تحملت بما فيها كفايه اجرع اسكت اسكت خلاص والله طيب ايش اقول انا ايش اقول انا لو تبي تغني انا صوتك صوتك ما اسمع الا انا أغني. انا تدري اني انسجم بصوتك والله لا وندم يوم تجرها كذا يوم تجرها الحون تعرف اللي تجرها كذا اليمين يسار يا الله طالع اقول يا الله سلك له ابكي بصيح خبرته تكفك على يا اخي يا جماعه تصدقون شو صدق انا لاحظت شيء انا ابي ثيابنا انت انت ثيابنا ويني ثياب وش يا راعي الثياب وين ثيابنا سحبت علينا روح هناك والله ثياب خلاص كبوا الحاد روح تعال انا ما جيت راعي الاعلان وسحبوا علي حياتي انا ايش اسمه اعلان وش وثياب وش ثياب اللي خياطنا ما اللي اخذنا مقاسات لا من طلعت ايش اسمه تخيل انا هاك السنين وزود عليه وحارب عليه ولاطم عليه داخل بلا ثواب بلا ثواب بلا ثواب ما جبري اوه كملها الثياب جاب الثياب مين حقكم وين هنا حقك موجود بس اسمك... لا تروح زحمه بس حقك على جنب موجود بس حق اسمك حلال موجود صح اي عبد الله ولا ما هو موجود ما ادري والله في ترى خطه مو واضح خطه انا عارف اسمي والله لونه كاتبينه بالانجليزي ابدا تلقى موجود ان شاء الله انا عندي 14 ثوب بالدرج الله يرزقك ويزيدك فاهمي والله والله ثياب اني اصفطهم داخلين تحت صفطك انا ولد قديم واصل 10 اول مره رفعت البث ثوب هنا ما البس طرف جيزان كثير الا في النهايه مره حصلت لبس ثوب وردي واحد وردي ولا عبله منه لبس وردي تخيل ثوب وردي يا اخي هو يساعدك هذا ما هو وردي يميل ويقول معتب يقول ميل للون الوردي يميل للون البنفسجي يلعن استغفر الله هو اصلا يعني وردي ممكن اي هو عادي عادي يصير يصير اقول النمر الوردي اي يصير يصير يقول يلعن اللي لا لا هو قصده يلي على الشوق ادري هو يعلن اللي يلعن يعلن اسمع دحين ادري انا ودك بالزواج والله لا صدق الأمة اي أيوة والله طيب يعني انت الحين لو مثلا لو تبي ترسل امك تخطب احسن شيء انك تخطب وقت العزاء وقت العزاء مثلا في احد عنده عزاء رايك في نشر تروح تخطب غش تجاري ما في يا ولد امي ما شاء الله ما عليك تعرف انت يعني ايوه والله المكياج تروح العزاء اول يوم صيد على طول ليش انه في دموع كثير دموع كثير وسيلان كثير اي كويس لا بعدين عندنا نجيب الله 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 لا يجيب لحد العزاء استغفر الله يا رب بس قصدي يعني في بعضهم يروحون اغلبها تصير تدري ان اغلب الطلاق اذكر مره كنت اشتغل بمحاكم كذا تذكر مره واحد سالته قلت ايش طلقت؟ قال يا اخي بعضهم عندهم الشافه الشرعيه وبعضهم ما عندهم الشافه الشرعيه. ايه فكنت شغلت وسالته قلت طيب وش السبب؟ انت بنت الناس كويسه معك وش الغلط من البدايه اسئلتك اللي دايم عز الله اسئلته ما حد يحلها اسلموا الغاز ولا وش؟ الغاز حقت عواده